السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا في تمام الصحة والعافية إن شاء الله الرحمن الرحيم. الوصفة ديال اليوم وصفة سهلة وبسيطة إن شاء الله تعجبكم. غادي نحتاجوا واحد شوية ديال الزيت، واحد البصلة مقطعة صغير، وواحد تقريبا واحد جوج الفصوص ديال الثوم، غادي نشحرهم مزيان. هنا دابا غتبان لكم الوصفة. هنا عندنا القواقع كما هاد الحشوة اللي غادي نحضر، ممكن انكم تستعملوها مع جميع انواع ديال لي بات كما قلت لكم. مهم تما كعملت هذوك القواقع ديال المكرونة باش يتسلقوا في الماء مملح. هنا عندي نص حبة ديال الفلفل الأخضر ونصف حبة ديال الفلفل برتقالي او اي نوع، ممكن تعملوا الحمار او لا صفر، المهم لكم الاختيار. وواحد الحبة ديال الجزر مبشورة، ماشي بداك الشكل الطولي بزاف، وانما في ديك الحكاكة العادية ديال الطماطم. غادي نخلطوا المكونات مزيان، ومن بعد غادي نزيدوا عليهم واحد ربعة ديال المعالق كبار ديال الذرة. بالنسبة لهاد الذرة راه طرية يعني ماشي معلبة، داكشي علاش غادي نخليها باش تطيب مع المكونات كلها اللي ذكرنا، يعني مع الخضر مع باقي الخضر. بالنسبة لي انا كنستعمل هادي طرية، كنعملها في المجمد، غير ما خصهاش يعني تخليها تلج باش ما تدبل، فقط اننا كنعملوها في بلاستيك مزيان وكنحتفظوا بها، كتبقى لنا مدة طويلة فاش كنجبدوها كتبقى لنا مزيانة. فقط المعلومة، ممكن انا نسلقها ممكن حتى للشواء كتكون مزيانة. هنا غادي نضيفوا واحد الكمية ديال الكفتة. بالنسبة للمقادير كلهم كيبقاو يعني حسب عدد افراد الاسرة، وكتبقى اختيارية، يعني ممكن حتى الانسان يستغني على الكفتة، ماشي بالضرورة تكون اللحمة مفرومة او لا، المهم ممكن تعملوا حتى الدجاج الا بغيتوا، لكم الاختيار. غير هاد الحشوة هادي كتجي زوينة يا البنات، ممكن تعملوها حتى في لي سيجار كتجي بنينة بزاف. المهم كنخلطوا كل شيء مع بعض. هنا خليت الكفتة هي الاخير، يعني في اخر هذا، لان الخضر كتحتاج وقت شوية على اللحمة المفرومة. نخلطوا المكونات كلها مع بعض، وكما كتلاحظوا راه انا مازال ما عملتش العطريه، عاد غادي نعملها باش تبقى النكهه ديالها مزيانه وما تضيعش لينا مع الطبخ. هنا غادي نعملوا فلفل اسود او الابزار، بعدها غادي نزيدوا الثوم بودره. واخا عملنا الثوم العادي، كنعملوا الثوم بودره باش يعزز، يعني كتعزز النكهه ديال الثوم. بعدها كذلك غادي نعملوا حتى البصل، هنا البودره، بصل البودره يعني بصل جاف. هنا ما عنديش في الحقيقه بودره، وكما كتلاحظوا يعني على شكل مقطع صغير. ومن بعد غادي نعمل بابريكا او لا تحميره، تكون نوعيه جيده باش تعطي حتى هي نكهه تكون مزيانه. تقريبا كلشي رسمي العقه من كل حاجه. غادي يبقى هنا غنحركوا هاد المكونات، غادي نضيف عفوا شويه ديال سكنجبير، حتى هو راس ملعقه من سكنجبير. غادي نخلطوا هاد المكونات كلها مع بعض، وغادي نضيفوا الملحه، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر. بالنسبه للملح راه كتبقى حتى هي حسب الذوق، والزعتر حتى هو كنضيفوا راس ملعقه تقريبا ديال الزعتر، يفضل انه يكون مطحون. غنخلطوا المكونات مع بعض، وكما لاحظتوا يا البنات هنا راه ما كنضيفوش الماء او لا حتى حاجه، يعني من هذا كنخليه كيطيب في نار على نار عفوا مهيله. هنا ضقت واحده من الذره باش نعرف واش طابت، وغادي نضيف جوج د المعالق من الصلصه ديال الطماطم. بالنسبه لصلصه الطماطم البنات اللي ما عندهمش، واحد الحبه ديال مطيشه اولا ديال الطماطم مقشره ومزول ليها البذور ديالها، وكنطحنوها ولا كنبشروها، المهم ما يكونوش فيها البذور، وكنضيفوها وكنخليو هذا الخليط هذا لحد ما ديال الخضر هذا لحد ما كينشف كليا، يعني وما يبقاش فيه داك يعني ما يبقاش مياه ولا فيه سوائل. هنا كما كتلاحظوا ناشف والمكونات كلها ديالنا طابت. بالنسبه للقواقع حتى هما كياخذوش وقت، يعني السلق 10 دقائق تقريبا، كنصفيهم وكنخليهم بالجنب. دابا فاش سالينا يعني الحشوه غادي ندوزو باش نعمروا القواقع. بالنسبه للبنات اذا سلقتوا القواقع وتلاقيتهم بهذا الشكل راه ساهل باش ترجعوهم، فقط بهذا الشكل هذا
يعني هما كيكونوا بهاد الشكل، ولكن سهل فقط انك كتجمعي كما بينت لكم البنات. هاد اللقطه خليتها غير بالنسبه للبنات اللي ممكن انهم يقولوا بان راه يعني ما قداش في الشكل ديالها ولا ما قداش في التقطاع ديالها، ممكن تقدوها بالمقص، ولكن هذه هي الطريقه الصحيحه باش نقدوا القواقع ديالنا. كنعمروا القواقع مزيان، تقريبا كل وحده كتاخذ لنا واحد جوج ديال المعالق. وبالنسبه فعلا حتى الحشو راه كتبقى اختياريه، ممكن انكم تعمروه، ممكن تعملوا غير واحد شي شويه وصافي، المهم كتبقى اختياريه. كنوجدوا الصواني اللي غادي ندخلوا للفران. هنا عندي تقريبا شحال عملت شي واحد 300 غرام ديال هاد القواقع. عملوا لي واحد هادي ديال الزاج، صينيه ديال الزاج، واحد صينيه اخرى ديال صينيه صغيره، يعني الصينيه الصغيره تكون فيها واحد 15 سنتيم هكذاك. هادي تقريبا فيها واحد 30 تقريبا هادي سنتيم. المهم كنعمروهم وكنخليوهم بالجنب. كندوزو باش نحضروا البيشاميل. ممكن نحضروا البيشاميل قبل، وممكن انا في الحقيقه غدا مرحله توصلت لنا البيشاميل اللي غادي نحضر. بيشاميل اللي هو سهل، ما غاديش نعمل فيه الزبده والدقيق وهذا، غادي نعمل فقط هذا القشده الطريه مع الفرماج وشويه ديال العطريه. هنا مقلاه سخونه غادي ندير فيها تقريبا واحد الكاس ديال هذا الكريم فريش او القشده الطريه. غادي نخليها حتى كتبدا يعني كتغلي، وغادي نضيف كميه من الجبن. بالنسبه للجبن انا هنا ممكن تضيفوا الموتزاريلا او الشيدر، ممكن تضيفوا الجبن المثلث. هنا عملت الثومه، شويه ديال الابزار، وغادي نضيف شويه ديال الملحه. ما غاديش نكثر الملحه لان وشويه ديال الزعتر، لان الملحه لان اصلا الفرماج مالح. هنا بمجرد كما قلت لكم غادي تغلي، ممكن تضيفوا الجبن المثلث، جبن مربع، اي انواع جبن عندكم ممكن انكم تضيفوا. هنا راه بدا كيغلي، هنا صافي غادي نضيف. يعني انا ما عبرتش لان دائما كندير غير واحد الكميه بحال هكا، كنهز بيديه صافي وكنحط. عملت شيدر ومع الموتزاريلا مخلطين، غادي نخلط وغادي نخليهم تقريبا واحد دقيقه جوج بالكثير صافي. وغادي نطفي عليهم، ما غاديش نخليهم اكثر. كما كيبان لكم غير كيذوب كله كينسجم الخليط صافي. غادي نطفي عليه وغادي نفرغه مباشره فوق هاد لي بات اللي عندنا. قلت لكم هاد الحشوه ممكن تعملوها في لي سيجار، ممكن تعملوها مع جميع انواع ديال لي بات، ممكن تعملوها معهم. واللي بغاتها تعملها بحال هكا غراتان، فقط انا تخلط واحد شويه ديال البيشاميل معها صافي، وتخلط معها لي بات وتدخلها للفران. راه كتجي لذيذه بزاف. صافي كنكمل هكذا، كنغطيه مزيان وكندخلو يتحمر، فقط كياخذ واحد اللون ذهبي وكنخرجه. باقي تقريبا في الفران واحد 10 ديال الدقائق هكذاك. المهم ما كنسهاوش عليه، انا خدمت من الفوق غير هذيك الشوايه من الفوق باش فقط يتذهب ويتحمر وياخذ داك اللون الذهبي، يعني غراتان كما كيبان قدامكم. وكنقدموه بصحه وراحه. كنتمنى الفكره تنال الاعجاب ديالكم. شكرا لكم، شكرا على متابعتكم.